بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. علاج التعب والنحول الذي يحول بينك وبين العمل، سواء في البيت سواء في الوظيفة، للرجل والمرأة. يقرأ بعد صلاة الفجر السور والآيات التالية: اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة، أستغفر الله ربي وأتوب إليه 100 مرة، سورة الفاتحة 3 مرات، سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الانشراح 7 مرات، سورة عبس وتولى 3 مرات، ثم تقول: الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. الله سبحانه وتعالى يرفع عنك التعب ويرفع عنك النحول ويبدلهما إلى النشاط والقوة، وكذلك إلى الراحة النفسية بعد الانتهاء من العمل بعون من الله سبحانه وتعالى. فجرب وجربي ولا تشك. برنامج صباحات الأيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.